اعتقد ما كنت بقدر انجح لولا الفريق، يعني لان الفريق شيء مهم في كرة القدم، ولولا تعاون الفريق والجهاز الفني والاداري وياي ما كنت بتألق. والحمد لله كنت احاول احافظ على نفسي برا خارج الملعب، هذا اهم شيء الحمد لله. يعني طموحاتي، اول طموح ان جماعي حقي ان اوصل المنتخب الاولمبي، نوصل اولمبياد طوكيو الاهم في 2020، وهذا كان طموحي من اول ما دخلنا هاي السنه يعني، واتمنى ان نقدر نحقق الانجاز مع بعض. طبعا كل لاعب عنده مركز مفضل، عندي جناح يسار جناح يمين على الاطراف، واذا المدرب احتاجني في اي مركز انا عادي تحت خدمته.